يعني ترتفع الدعوات إلى المواطنين من أجل التوجه إلى صناديق الاقتراع، خاصة في ظل عدم توجه أعداد كبيرة من المواطنين إلى الصناديق وضرورة تغيير الوجوه الحالية بوجوه جديدة ممكن أن تمثلهم في الفترة القادمة. هكذا يتحدث المراقبون ويتحدثون أنها الفرصة الأخيرة للتغيير، أن هذه الانتخابات هي الفرصة الأخيرة للتغيير، فضلا عن أنها انتخابات مصيرية في العراق، حيث يعني إلى غاية الآن الأعداد تبدو خجولة في بغداد بالنسبة لأعداد المصوتين، لا مصوتين إلى غاية الآن، حيث أعلى نسبة تصل في المراكز هي 10% من المحطات. يعني هذا هو الوضع الآن، حيث نحن متواجدين في الكثير من مراكز العاصمة بغداد منذ ساعات الصباح الأولى إلى الآن. الإقبال ضعيف جدا في العاصمة بغداد، وفي ظل هذا الإقبال ترتفع الدعوات كما تحدثت قبل قليل للمواطنين من أجل الذهاب إلى صناديق الاقتراع، خاصة مع أننا بدأنا بالعد التنازلي من للوصول إلى ساعة غلق هذه الصناديق. فضل عن ذلك الإجراءات الأمنية، كل الأمور اللوجستية الفنية الأمنية، كل الأمور جاهزة في العاصمة بغداد، حيث الانتشار الأمني على أتمه إلى غاية الآن، كل الاستعدادات هي آمنة من أجل انتهاء هذه عمليات التصويت. نعم عبد الرحمن.